الإنسان اللي عنده إنسانية إذا فعل اليوم شيء طيب وشافه في جماعة من جماعته أو من قرابه ومعارفه أن هذا مثمر وبين عليهم وعلى هذه الناس، هذا يسربه الخاطر. الإنسان اللي عنده إنسانية يسربه وتعم عليه الفرحة والسرور. بهذه الكلمات وصف المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية القيم الإنسانية. تحتفل دولة الإمارات بيوم زايد للعمل الإنساني في 19 من رمضان من كل عام، مناسبة متجددة لقيم ثابتة وأصيلة في دولة اللامستحيل. يوم زايد للعمل الإنساني يوم الخير والبذل والعطاء والتسامح، أياد بيضاء ومساعدات لا تنتهي لتصل ببذرات خيرها للمحتاجين حول العالم. نهج إماراتي أصيل لحب العطاء الذي تصدرت من خلاله الإمارات خارطة الدول الأكثر تأثيراً في العالم والأكثر عطاءً. في ذكرى زايد الخير، مساعدات إنسانية رسخت الإمارات من خلالها مسيرتها الناجحة وجهودها المتواصلة ليعم الخير والسلام والأمن مختلف أصقاع العالم.